علا الأحمد، مديرة معهد الكندي، توالد المرأة مارتن نعمان، خريجة أدب فرنسي. في البداية كانت المدرسة مهدمة بسبب القصف، فكرت بفكرة أنه الأطفال حتى ما يبقوا مشردين أو يبقوا بالشوارع أو يبقوا على دراسة، فكرت بفكرة أني أفتح معهد تعليمي للأطفال. وفتحت المعهد طبعا ضمن كادر كامل ذو خبرة ساعدوني في مو من حالي أسسته. واجهت صعوبات كتير في البداية، كانت من أهم هاي الصعوبات ضيق المكان والمساحة بالنسبة للطلاب، بالنسبة للنشاطات الترفيهية اللي نساويها، وبالنسبة لعدد الطلاب اللي بتجاوز 250 طالب. حققنا كتير نجاحات، أول شيء بتخريج دورات لمحو الأمي للمعلوماتي، وكذا دورة خرجنا منها طلاب استفادوا كتير بهالتعليم هاد. طبعا شغلنا ما زال قائم حتى الآن، حتى هاي اللحظة، بشكل تطوعي. المتطوعات معي إلى الآن ما زالوا مستمرين في العمل. كتير نحنا بنفتخر وبنتباهى بهذا الجيل وبعملنا التطوعي حتى نخرج بس جيل ذو خبرة ذو كفاءة، ما ينحرموا التعليم، ما ينحرموا دراستهم، تتحقق فرص عمل لهم، تتحقق نجاحات طموحاتهم يحققوها هون بهالمعهد.